شغل وانا ما رفضت لك طلب، ما عندي غير هالشرط الوحيد. تفضل استاذ. شكرا. تفضلي. شكرا. بس انت هيك عم تحطيني بموقف محرج كتير. شو الموقف المحرج؟ الشغل ما فيه عمر حميني. هذا رفيقي وشريكي، شلون بدي اقول لهم الي؟ لا تقول لهم الي، بكل بساطه بتقول له مشروعنا بكلف 2,000,000 ليرة، معك 700,000 تفوت فيهم، اهلا وسهلا فيك، ما معك الي. ايه يعني على اساس انا دافع 700,000؟ حبيبي هاد شرطي الوحيد، وهلا بدك تروح تقول له شو نقضيها بيع جهازين نحن بالشهر؟ يلا هلا 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 قوم تحرك، ناطرتك رح اضل هون ما حاتحرك. يلا يعني واكيد ما معقول نقضيها كل الشهر على بيعة كمبيوترين او شوية تصليحات. بقى اذا بيتأمن معك 700,000 وتفوت معنا شركة بيكون ممتاز. هلا انا مو 700، لانه انت لك 100 بالاول، فبتدفع 600 بيكون اوكي. يعني انت هلا عم تخبرني بشكل رسمي اني طبق راضي وانقلع؟ لا يا رجل، شو هالحكي؟ انا عم بطرح عليك فكره للنقاش بس. تعرفني اكثر واحد بيخوزقني هو اللي بيتزاك علي. ولك مين اللي عم يتزاك عليك؟ وأنا منين معي 600,000؟ بعرف إنه ما معك، يعني أنا قلت بلكي بتحكي مع أبوك. حاجة سامر، حاجة تخورفني، لا ما شو إنك واطي. لا جمال هيك ما بسمح لك. ها عصب أكتر، عصب وعلي صوتك لحتى تكمل مسرحيتك. لك أنا مسرحية؟ عم نقول لك معروض علينا شغل، يعني بدنا نقب شوي فوق وش الدنيا. معك 600,000؟ لا ما معي. شو الترتيب؟ احكي. ليه سكتت؟ هي انا جاوبتك. مصاري ما معي. شو الخطوة الثانية؟ يعني على كل لسه ما فكرت. لا فكرت. اساسا انت قبل ما تجي لهون تحاكيني بهذا الموضوع كنت مقرر مع هاي الواطي يلي بعدتك. ايه لا بقى. يعني عفوا هذا ما عاد اسمه نقاش. قول يا سامر. وشو بدي اقول؟ قول انك بعتني. ولك يا جمال قول انك بعتني. لك اقسم بالله ما بعتك. شلون بعتك؟ بس حط حالك محلي. شو ساوي؟ اعطيني منطق واحد على وش الارض بيخليني ارفض. في 1,000,000 منطق بيخليك ترفض. جمال أنا مو ندل، صدقني يمكن مضطر بس مو ندل، والعلاقة اللي بيننا لازم تكون يعني على الأقل أقوى من المصاري ومن الدفعات. سامر أنت مو ندل. لا أنا الحمار.